الخير. صباح الخير يا فندم. من فضلك في حجز هنا اوضه باسمي. أنيسة جيهان فؤاد؟ أيوه أيوه يا فندم، الحجز موجود باسم حضرتك فعلا. ممكن تستريحي دقايق بس في اللوبي؟ أستريح إيه؟ من فضلك أنا تعبانة جدا ومش نايمة بقالي يومين، أنا عايزة الأوضة دلوقتي حالا. ربع ساعة بس يا فندم، عشان الجست اللي قبل حضرتك لسه عامل تشيك أوت والهاوس كيبنج بينظفوا الأوضة. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت عندكوا حجز باسم عادل حجازي. حاضر، ثانية واحدة. طيب ممكن حضرتك تستنى دقيقة واحدة بس؟ هشوفهولك حالا. قليل بني آدم قليل السوق ده، زي كل من البسكويت بتاعي بدون إذن. جد قليل الذوق. طب اعمل ايه انا دلوقتي معاه؟ اخبط علبه البسكويت في راسه وامشي ولا اعمل ايه؟ استاذ عادل حجازي؟ فندم بندور على حضرتك. حاضر. راجل بارد بصحيح، ايه ده؟ يا دي كسوف، انا عملت ايه؟ اكلت بسكويت الراجل؟ لو سمحت، هو الاستاذ اللي كان هنا من شويه اللي هو طويل كده وبدقنه وشعره كيرلي كده،
هو راح فين؟ أنا أستاذ؟ كان معاه مجلة زي دي. أستاذ عادل حجازي. ده طلع قطة يا فندم. طب ممكن تكلمهولي لو سمحت؟ حاضر. ألو مستر عادل؟ في أنيسة هنا. جيهان. في أنيسة جيهان هنا عايزة تكلم حضرتك. مين جيهان؟ طب اديها لي أكلمها. معاك يا فندم. ألو؟ أهلا وسهلا يا فندم. أنت بتاعت البسكوت. عجبك البسكوت؟ طب الهنا والشفا. لا لا يا فندم، حصل خير. ماشي. بقول لك إيه؟ أنا عايز تعويض عن نص علبة البسكوت بقى. تسمحي لي أعزمك على عشاء حلو النهارده؟ نعم، نتعشى سوا؟ لا على فكرة أنت فهمتني غلط خالص. أنا لا بخرج ولا بتعشى مع حد ما أعرفوش. أنا بس متصلة علشان أعتذر وأوضح الموقف. وإذا كان على ثمن علبة البسكوت أنا ممكن أبعتهولك. سلام. اتفضل. بعد إذنك الأستاذ خلص عشاء تقدر حضرتك تفضل. طيب ميرسي، أنا متشكرة لذوقك. مساء الخير. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. معلش بعتذر لو أزعجتك، هو الويتر قال لي إنك خلصت العشاء. لا أنا فعلا خلصت العشاء، بس كنت مستني الحلو، والحلو وصل. يعني أنا بسمع خبراء التغذية بيقولوا إنه المفروض ناكل الفاكهة قبل الأكل، يعني مش عارفة. ماشي، فيها إيه يعني؟ ما يعني دي مش بروبلم يعني، بس الحلو حلو وبيجي في أي وقت. حضرتك هربتي مني النهاردة، أنا عزمتك على العشاء وأنت رفضتي. شوف القدر بقى، جمعنا على نفس الترابيزة في نفس اليوم. القدر؟ ده قديم قوي. انا فعلا قديم شويه. شوف افلام قديمه بقى، ابيض واسود واغاني قديمه كده بس ده حلو برضه ولا ايه؟ طبعا حلو قوي، مود يعني. هو انت اسمك ايه؟ عادل حجازي، ماركتنج في شركه عقارات كده يعني. وحضرتك؟ انا جيهان فؤاد، وبشتغل مضيف الطيران بس حاليا في اجازه. حلو. انا بحب السفر قوي فعلا. بس عندي فوبيا بقى، بخاف. ليه كده؟ معرفش كده، من وانا صغير يعني. الا بالنسبه لي دي يعني، انت هنا اجازه لوحدك يعني؟ يعني اهلك مش معاكي؟ اصل انا ما بشوفش حد معاكي. لا انا اهلي كلهم في امريكا وانا عايشه هنا لوحدي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شريف ده وقال لنا ان انا بمشي وانا نايم، وفضلنا خايفين عليه وقلبنا وقع في رجلينا لحد ما اكتشفنا ان هو كذاب.
ده ابن الذين ده نمرة بس ده مو خفيف. لا ده مو تقيل قوي. مو خفيف ايه؟ انما قول لي انت ليه يعني ما قلتليش ان علبه البسكويت بتاعتك وسبتني اكل منها كده؟ طب انت كنت فاكره انها بتاعتك ما قلتيش حاجه. يعني انا كنت مكسوفه بس كنت مفروسه منك وعماله اقول هو ازاي يعني ما يستاذنيش وياكل من البسكويت بتاعي؟ ليه انت بخيله؟ ده بسكويت عادي يعني. لا مش بخيله بالعكس. بصراحه ما بحبش حد ياخد مني حاجه غصب عني. انا بصراحه انت صعبت عليا، قلت يعني شكلها جعانه كده وغلبانه ومعاش فلوس وتستعبط، خليها تستعبط، بس انا غلست عليك في الاخر وخدتها معايا. انت شكلك بجد نمره، انت دمك خفيف زي صاحبك بالظبط. لا صاحبي ايه، ما احنا قلنا دمه تقيل بقى. ايه ده، المكان فاضي ومفيش حد موجود غيرنا، الوقت سرقنا خالص. بالعكس احنا اللي سرقنا احلى 5 ساعات من الزمن. جيهانا انا ممكن اخد رقم تليفونك ولا ايه؟ شور 012. عادل، عادل، عادل تليفونك بيرن. الو الو، صباح الخير، ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي، مش ده رقمه؟ اه ده رقمه. انت مين؟ انت المدام؟ صباحيه مباركه يا عروسه. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. ايه ده، صباح الفل على احلى عرض. ايه ده، هو اللي بيعمل ايه معك؟ في واحده كلمتك اسمها هدى وعاوزاك تكلمها وبتقول ان انت زميلها في الشغل. مين هدى؟ انا ما عنديش زميله اسمها هدى على فكره. لا، واحدة اتصلت دلوقتي وقالت لي أنا هدى وعايزة أستاذ عادل حجازي وصباحية مباركة، فأكيد تبقى تعرفها ورقمها أهو. طب ماشي، كبري بقى، أكيد نمرة غلط يعني. طب ما تكلمها تشوف مين دي. ما أكلمها ليه؟ أنا أكلمها دلوقتي أنا والقمر قاعدين. معلش كلمها، ما يجرش حاجة. ماشي. الموبايل مقفول. بقول لك ايه، انا مش هحاسب على الطقم ده، انا حاسبت على الطقم اللي فات، مش سيره هي. ماشي يا عم، ما تيجي نرزل على الواد عادل زمانه صحي. تصدق فكره، انت جاي كده في اي رزاله يخرب بيت سنينك. رد على التليفون ده وافتح السبيكر. ارد ليه؟ معلش افتح السبيكر. رد. غريبه انت يا جيهان اهو. الو الو، صباح الخير يا استاذ عادل، انا من اشد المعجبات بتوعك على فكره. انا مين؟ انا شوقيه مسحات. خد خد، داليا شعبطه عايزه تصبح عليك. امسك يلا. صباح الفل. ايه يا عم بتقفش علينا كده ليه؟ انا وحبيبك شريف. قول له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده؟ شريف بيقول لك رفعت راسنا ولا كالعاده. بصوا يا جماعه، انا تهريج دم. الله، غزير بايخ يعني. اوكي؟ ده قفل. قفل؟ لا يكون زعل ياه. يا عم ازعل. تذكرته ولا ايه؟ اه. وانا ايه اللي قعدني مع ناس سكرانين بالشكل ده؟ ومين اللي هيروحنا دلوقتي؟ ايه؟ هزار بايخ من ناس بايخين وسكرانين. اتأكدتي بقى؟ سوري يا حبيبي، معلش حقك عليا. ما جراش حاجة، خلاص يا حبيبتي. حبيبتي. ايه بقى؟ نفطر هنا ولا نفطر تحت؟ لا اطلب لي الشاي بلبن الأول، بعدين نبقى ننزل نفطر تحت.
ماشي شايف اللبن. شفتي الواد الحلو انا جبته لك؟ ميرسي يا حبيبي. حلو؟ حلو قوي جدا. بطلي قلة أدب بقى أنت كمان. هو إيه هو ده؟ يعني صباحية كويسة عادية يعني. ماشي هبقى أحكي لك بعدين. لا لا ده صاحي ونزل تحت يعني سبقني، أنا قلت له هغير هدومي بقى وألبسه كده وأنزل. ليه يا بنتي؟ ما أنا مهتمة بيه. هو في إيه؟ ده أنا قاعدة حتى أتفرج على فيلم أبيض وأسود من اللي قال لي إنه بيحبهم. أنا برضو؟ لا خالص بالعكس، ده النهارده الصبح حصل حوار غريب جدا. واحده اتكلمت وقعدت تتدلع في التليفون وتقول لي انا زميلته وعايزه ابارك له وبتاع، وانا مشيتها يعني. امشي. فين الشكاكه دي؟ لا طبعا ولا شكاكه ولا غيوره ولا اي حاجه. لا لا طلع مش عارف واحد صاحبه وقال لي بيعمل فيه مقلب حاجه زي كده يعني. وبيني وبينك بقى انا ما بحبش اصلا الحركات دي، انا عايزه امشي عادل من اول يوم. وبعدين خدي بالك انا اصلا ما خدتش وقت عشان اعرفه، يعني هما كلهم ايه يومين تلاتة. يا باي يا بنت البواحة دي، ما تبقيش باي خمال عادي يعني. صحابه بيهزروا معاه في ليلة الدخلة، بتحصل كتير. بت او يكون دمك تقيل. بطلي وبطلي الغنى اللي انت فيها دي، واحمدي ربنا ان جوزك عاقل. يا بت يا بت حرام عليكي، هو في حد راقي الرجالة اليومين دول؟ امشي امشي امشي، انت هتفضلي هبلة طول عمرك. مين قالك مفيش رجالة؟ العشرة منهم بتلات تعريفة. هو الواد حلوة شوية. طيب طيب خلاص يلا هلبس بقى وانزل عشان ملطوش تحت كتير، وهبقى اكلمك بالليل. انت فين؟ عندك رحلة؟ لا انا في الاوتيل، عندي رحلة بالليل. طب يا ستي ربنا يهدي سركو، اعقلي بقى وانجوي. انت في شهر العسل ها؟ لا ادعيلي انت بس، ادعيلي كده ربنا يهدي سري وما تطلقش قبل الاربعين. ربنا يا ستي يهدي سركم ويبعد عنكم الشر. يلا بقى. مجنونة. حبيبي. حبيبي. تحفة. حلوة قوي فعلا. دي برضه شاي؟ لا بقى. انا شايف كويس. بص هدوقك من دي. لا. ليه؟ لا خلاص بجد مش قادرة اكل. والله دي حلوة. لا 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 عندي صداع والله مش قادرة، انا ما نمتش كويس على فكرة امبارح. صداع؟ ألف سلامة. اللي رايحة واللي جاية عمال تبص لها تبتسم لدي وبسبس لدي، هو انا ايه مش مالية عينك خالص؟ يا اخي احترم نفسك شوية، ده احنا حتى ليلة الصباحية. امال لو متجوزني بقالك 20 سنة كنت عملت فيا ايه؟ شاهم وطي صوتك، الناس كلها بتبص لي. ثانيا انا ببص بدور على الجرسون عشان يجيب لك حاجة للصداع اللي عندك. يا سلام يا غلبان يا مسكين يا حرام، انا ظلمتك ها؟ انا اللي مجنونة وغيارة، لكن انت مؤدب ومحترم صح؟ جيهان وطي صوتك. مش هوطي صوتي. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ جيهان جيهان الو عملتي ايه يا عروسه؟ ايه ده في يا جيجي؟ مالك؟ انت بتعيطي؟ طب اهدي اهدي بس خليني افهم ايه اللي حصل. لا يا نوره لا لا انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه؟ لا طبعا لا هسيبه، انا ما اقدرش اعيش مع واحد بصباص زي ده. ده بهدلني خالص، انا تعبت. لا طبعا لا هطلق طبعا هطلق، انا ما اقدرش اعيش مع واحد زي ده. انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه؟ تفرج الناس كلها عليا، ده المطعم كله كان بيتفرج عليا. طب جيجي معلش ثانيه واحده، خليكي معايا انا راجع لك. ها خليكي معايا. الو ايوه يا عادل. ام سوري ان انا بكلمك دلوقتي، بصراحه انا ما عرفتش اكلم اي حد تاني.
انت اقرب واحده لجيهان وزي اختها. هقول لك كلام بس ارجوك ما تقوليلهاش ان انا كلمتك. انا بصراحه مش عارف اتعامل معاها خالص خالص. الغيره والشك اللي جواها هيدمروا حياتنا مع بعض اللي هي لسه ما ابتدتش اصلا. يا نورا اقول لك ايه ولا ايه؟ دي مجنونه، اقسم بالله العظيم مجنونه، مجنونه وهتجنني معاها. ايه في ايه؟ معلش يا عادل اهدى بس شويه، هي بتعمل كده عشان بتحبك. طب بص يا عادل، خليك معايا خليك معايا، ها انا راجعه لك على طول. ايوه يا جيجي انا معاكي. ايه اللي حصل بقى يا حبيبتي؟ اهدي بس شويه، العياط مش هيجيب نتيجه، اهدي علشان نعرف نفكر. انا هقوم الم هدومي وامشي دلوقتي حالا. طب بص يا جيجي خليكي معايا، انا راجعه لك. معلش يا حبيبتي خليكي معايا ثواني. ايوه يا عادل. بصي يا نوره ارجوكي حاولي عقليها، قولي لا احنا مش صغيرين عشان نعمل كده. يا حبيبي طب بس افهمني يا اختي. فصل، هفتكرني قفلت السكه في وشه. وبعدين بقى ايوه يا جيجي. يا نوره اسمعيني اسمعيني. طب اسمعيني اسمعيني بس. بصي التليفون هيفصل شحن، هشحنه وارجع اكلمك على طول. اوكي يا حبيبتي اهدي بس. اهدي اهدي يا جنان، اقعدي اهدي وفهميني ايه تصرفات الجنان اللي انت بتعمليها دي. ما تكلميني، انا بكلمك. بلم هدومي عشان اروح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ بقول لك ايه، ما تضغطش عليا، انا هاخد بعضي دلوقتي وماشى. اوعى جيهان، ممكن تهدي شويه؟ مفيش اي داعي تتصرفي بالتصرفات الغبيه دي. احنا حاجزين هنا اسبوع، حتى لو اتخانقنا يعني لسه ما قضيناش مع بعض يوم على بعضه. حاجزين اسبوع؟ حقيقي دافع اسبوع يعني لازم نقضيه مع بعض؟ انزل بقى قضيه مع الولية مشاعر اصفر اللي كنت بتعكسها. انا عن نفسي ماشيه. كمان بتقولي يوه؟ انا مش فاهمه والله، هو انت ايه ما صدقت؟ صدقيني يا جيهان، أنا من أول ما قابلتك وأنا ما بشوفش حد غيرك، أنا بشوفك أحلى ست في الدنيا، عشان كده أنا اتجوزتك. بس أنا عايزك يبقى عندك ثقة في نفسك أكتر من كده شوية. نعم، ثقة في نفسي؟ طبعًا عندي ثقة في نفسي، لكن ما عنديش ثقة في تصرفاتك. أنا عارفة إن أنا أحلى بنت في مصر كلها، لكن أنت اللي رايح واللي جاي عمالة بتبص لها وتعاكسها، ويا ريتك بتبص وخلاص، ده أنت كمان بتاخد مقاسات. أنا؟ تصدقي انك انت ظلماني؟ وحياتك عندي انت ظلماني. مجنون انا بقى. الو، هاي نورا. ايوه يا جيجي، طمنيني عملت ايه؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ هو عادل جنبك؟ راجع انا وعادل، راجعين على البيت. ايه؟ يا نهارك اسود، راجعين على البيت ليه؟ يلا يلا هكلمك لما اروح بالليل. يا مجنونة مصحف، انت مجنونة. طب انت واضح انك مش عارفة تتكلمي. انا عموما قلت اطمن عليكي، لما ارجع من الرحلة ابقى اكلمك واشوف انت عملتي ايه. جيجي عقلي، بطلي هبل، بطلي غيرة. مجنونة، باي باي. فينك يا نورة؟ تيجي تشوفي الخيبة اللي انا فيها دي. خيبة؟ انا بقيت خيبة؟ لا انا بخير. طب انا هسيبك وانام. يلا مش كده بقى، هتسيبيني على طريق سفر كده لوحدي وتنامي؟ افتح بقى مزيكا تسليك، تصبح على خير. يا جيهان انت متعبه قوي بقى، بس انت زي الحسن حتى وانت زعلانه. خلاص بقى خلاص، طب سيبني انام شويه بقى. انا ازاي اصحيك يا اتفضلي يا حبيبتي. نور.
نورت بيتنا يا احلى حاجه في بيتنا. لا يا سيدي انا لسه زعلانه منك. يو يا جيهان انا كل الطريق بصالح فيكي وانا ما عملتش حاجه اصلا. يا سلام ما عملتش حاجه اصلا. والبنت بقى انا ان شاء الله مش عارف اصفر دي اللي كنت بتعكسها كانت ايه. خلاص يا ستي انا اسف حقك عليا. طب كده خليتيني نيجي على ملا وشنا كنا قاعدين ومبسوطين. معرفش بقى يا حبيبي انا زهقت من الاوتيل وقلت برضو نيجي هنا بيتنا يعني اريح. زهقتي؟ ده انت بتزهقي كتير قوي. انا كده يا حبيبي زهوقه بزهق من اي حاجه. انت زهوقه قوي بس انا ما زهقش. يا روحي. طيب بقول لك ايه؟ موضوع الاوتيل ده ما تجيبهوش على لسانك خالص. الاوتيل ده انت اللي اصريتي عليه عشان انت قلتي لي المكان ده تعرفنا على بعض فيه وحبينا بعض فيه فانا ماليش ذنب بقى. لا مش هعمل كده تاني اخر مره. كويس كويس كده. طيب يا حبيبتي عشان الدنيا الحلوه دي انا عازمك على العشاء في اي حته انت تختاريها. ايه رايك نرجع الاوتيل؟ لا كفايه ما تبسطهاش اكتر من كده. حبيبتي انت حبيبتي. طيب يا حبيبتي خلينا نطلع نغير نفتح شويه عشان نخرج. ها اوكي بحبك قوي. مين مع التليفون؟ ده رامي صاحبي. طب ما ترد عليه تاني يا جيجي. ما ترد. الله رد عليه. الو يا رامي ازيك؟ افتح لك سبيكر. لا لا حبيبي انا في العشاء كده انا وجيجي. ماشي رامي هكلمك. هكلمك مع السلامة. وريني التليفون. ليه بقى كده؟ عايز اشوفه في حاجة. دي وريني التليفون. اتفضلي. ايه تأكدتي؟ سوري يا حبيبي. سوري معلش حقك عليا مش هعمل كده تاني. ماشي يا ستي اهو. بتعمل ايه؟ هسجلك. سجلي ايه؟ عشان انا مش ضامنك خالص. هترجعي تشكي فيا وتظلميني تاني صح؟ لا خلاص حقك عليا مش هعمل كده تاني. اخر مره. اخر مره. طيب عشان انت طلعتي كده حلوه واموره كده. ايه ده؟ مالي يا ستي. الله حلو؟ حلو قوي. ليه حبيبي كلفت نفسك؟ حبيبتي انا ما عندي شغله منك بس ما تعوديش على كده. مش كل مره هصالحك بديه كده يعني. ميرسي يا حبيبي ربنا يخليك ليا. حبيبتي Thank you.
انتي مجنونه؟ انتي مش كنتي سهرانه معاه؟ بس وصلني وقال لي انا رايح اشتري سجاير. الله يكون في عونك يا عادل. اعمل ايه بس؟ انا بحبه بغير عليه. بتغير عليه ايه وحبتيه ايه؟ لحقت تحبيه؟ بحبه. الواد قمر وحنين وكمان بيضحكني ودمه خفيف. يعني انت حبيتيه علشان دمه خفيف وبيضحكك؟ والمصحف انت هتموتيني. بقول لك ايه، انا مش فاضيه لك، انا عايزه امشي. لا تمشي تروحي فين؟ عادي ما اخلص الحجر ده. لا حجر ايه، انا عايزه امشي. وبعدين تعالي وصليني عشان انا مش جايبه عربيتي. انت روحي، ده ايه، انت هتيجي تتغدي معايا بجد؟ طب اديني وقت. خدي. ايوه كده، ايوه بقى. طب تعرف بقى ان مراتك ما بتحبش السوشي؟ لا والله. يا سلام، ناس كتير قوي ما بتحبش السوشي. عشان تعرف بس ان انا اعرف حاجات كتير عنها انت ما تعرفهاش. اتلمي بقى، اتلمي دوقي ورق العنب ده. لا خلاص، خدت كتير قوي، مش قادره خلاص. لا ايه ده، خاطري انت ما حبيتيش اكلها بقى خالص. اكل ايه ده؟ انا اللي عامله المحشي. لا والله. يا سلام، يعني هو انت وقفتي جنبي وانا بحشي المحشي بقيتي انت اللي عاملاه؟ طبعا، مش لفيت واحده؟ عفخنه ولا ايه؟ شكرا لكم يا جماعه، شوفوا دايما حبيبي. دودي الهنا والشفا. ميرسي يا حبيبتي. عامل لكم شاي؟ اوكي. ما تاكلي، هولع الشاي واجي لكم. ماشي. الحمد لله. نور، انا عايز منك خدمه اخيره بقى. اؤمرني يا عادل. عايزك تكلمي جيهان تخفي من غيرتها شويه. بس الموضوع ده مش محسسني بالامان في المستقبل، وهيخليني افكر اني اجل الخلفه منها. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه يا عادل. انت بصراحه عندك حق، هي برضو مجنونه بتغير عليك بشكل فظيع. والله العظيم يا عادل انا بكلمها من وراك كتير جدا، بقول لها كده ما ينفعش وعقلي، بس اعمل ايه، مجنونه. معلش، هي برضو بتعمل كده علشان بتحبك، وانا هكلمها لك برضو. هجيب لكم قهوه ولا هجيب لكم مع الشاي؟ لا احب، يعني ماشي. عندك موز؟ اما نوره دي بقى مره عملت فيها حته حركه. كان عندي رحله طويله وما ظبطتش الالارم بتاع التليفون، قلت لها بيصحيني. قالت لي اوكي. تخيل ما صحتنيش، ولقيتها بتكلمني من عطاره تقول لي قومي الحقي ميعاد رحلتك. طبعا ولا لحقت ولا رحت ولا جيت، وخدت حته خصم وتعاقبت بقى عقاب. اتحرمت من الرحلات يمكن شهر. انت مش فاهم نوره دي اصلا. انت حبيبتي بقالك ساعتين بترغي وتتكلميني على نور، ايه رايك ندخل ننام وكملي لي حكايه الجوال؟ ليه حبيبي كده؟ ليه بتعاملني المعامله دي؟ يعني انا بتكلم معاك وبحكي لك حاجات وكده، يعني ليه بتسخف عليا؟ مش قصدي والله، لعست بس حبيبتي، لعست بس مش عارف. لا انا مش جاي لي نور، انا هقعد اتفرج على المسلسل التركي النهارده، الحلقه 450. 450؟ البطل بقى ايه، هيخون مراته بقى مع عشيقته. بس ايه، مراته هتقفشه. انا هرسه. وانت مستنيه ام الحلقه دي عشان تنكد على اهلي؟ ليه حبيبي نكد على اهلك ليه يا حبيبتي؟ بتطبقي كل الغيره دي وبتاع عليا خالص. ما تقولش كده، تقولش على نفسك كده، انت جميل. ماشي حسيت انا مثلا. طيب يا حبيبي، جود نايت. جود نايت. هو انت غيرت الباسورد؟ ما غيرتش حاجه يا جماعه. قلت هاتي. طب ايه يعني مش بتعملي ايه يعني؟ مش فاهم، ده موبايل يا حبيبتي. هاتي. صباح الخير. انت من
يا هدى، فينك بقالي مدة ما شفتكيش. وحشني وحشني. ده ايه اتصلتي بيا يوم الصباحية صباحية ومراتي هي اللي ردت عليكي؟ ميرسي. انتي مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. قولي له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده. الو قفل. ايه تبان عليك سهران تتسلى ومراتك نايمه؟ مراتك نايمة؟ طبعاً، ما أنا نايمة على وداني، ما أنا مغفلة. ما طربقتها على دماغك دلوقتي ما بقاش أنا، أنا بقى هفرجك. اصحالي بقى وفقلي كده، أنا عايزة أعرف بقى، مين هدى دي؟ فيها شيهان؟ أنا لسه عيني رايحة في النوم. يعني عينك رايحة في النوم؟ لا فقلي بقى يا حبيبي. مين هدى اللي على الفيسبوك دي؟ هدى مين دي؟ إيه الفيسبوك ده؟ أنا قلت لك هدى دي بالذات أي كلام، صحابي كانوا بيهزروا وفتحت لك سبيكر وسمعتك. لا الكلام ده بقى ما يخشش عليا يا حبيبي، أنا بقى عملت معاها شاتنج على الفيسبوك واتكلمت معاها على إني أنت وهي ردت عليا، وده معناه إن أنت على علاقة بيها والعلاقة مستمرة لغاية دلوقتي. خلاص بقى كفاية بقى، كفاية يا جيهان جننتيني. إيه ده؟ إيه القرف ده؟ هو إيه ده اللي إيه القرف ده؟ أنا عايز أفهم، رد عليا. ده كتير قوي يا جيهان، كتير قوي. هو إيه ده بقى كتير قوي؟ انت مريضه نفسيا محتاجه علاج. انا مريضه نفسيا محتاجه علاج؟ امال انت بقى انت ايه ان شاء الله؟ انت ازاي تدخلي على صفحتي في الفيسبوك وتدوري في خصوصياتي؟ انا مراتك. حتى لو مراتي ده ما يديكيش الحق انك انت تدوري في خصوصياتي. بعدين خدي بالك انت بتخلقي مشاكل من ولا حاجه. يا سلام، واللي على اللابتوب دي تطلع ايه؟ هدى دي ولا مش هدى؟ هترد عليا؟ ارد عليك اقول لك ايه؟ ما اعرفهاش والله العظيم ما اعرفها. واحدة بعتاني قاعدة على الفيسبوك ما قابلتهاش، أعرفها إزاي؟ والشاتنج اللي بينك وبينها ده يطلع إن شاء الله. شاتنج إيه وزفت إيه؟ أنا عرفت، يا ريت ما اتجوزت. يا نهار أسود، أنت بتعلي صوتك عليا كده؟ خلاص يا سيدي، ما تطلعني وتخلصني. طلقك؟ أنت مجنونة؟ إحنا بقالنا أسبوع متجوزين وتقولي يا طلقك؟ ان شاء الله حتى نكون بقالنا يوم واحد. طلعني، انا معاش مع راجل خاين زيك. انت خاين وانا معاش مع واحد مريض زيك. انت عمال تشككني في نفسي وفي الاخر انا قفشاك اهو. انت مجنونه، اقسم بالله العظيم انت مجنونه. انا برضو اللي مجنونه. اه مجنونه. طب انا ما هوريك الجنان يا عم. خلاص بقى، انا خلاص بقى زفت. الزفت ده انت فتحتيه اصلا الله. ايه العريس اهو اهو، ايه العريس اهو اهو. الحمد لله على السلامه. عاد اسلمك يا شريف. الحمد لله على السلامه. ايه طمني، ايه اخبار الجواز؟ زفت. يا ساتر يا رب.
في ايه يا عم؟ انت بتغزي العين ولا ايه؟ ما تخافش يا سيدي مش هنحسدك. ايه اللي بتغزي العين دي؟ ايه الجملة القديمة دي؟ أنا قاعد مع خالتي بقول لك زفت. لا إله إلا الله، ده أنت ما كملتش أسبوع. في إيه؟ أنت لحقت؟ في إيه عادل؟ أنت تستهبل؟ عامل نفسك مش عارف حاجة يعني؟ والله ما أعرف حاجة. جمال ده؟ الجمال ده ايه؟ ده مش جمال خالص، البوز ده. فيه يا بنت؟ تعالي خش. تعالي خشي. يا دي نيلة عنك، انت بنتي غبية لكن؟ هعمل لك قهوة. مش عايزة زفت.
قولي لي ايه اللي حصل؟ المتوقع حصل. ظني ما خابش فيه، قفشته. يا بنتي حرام عليكي، قفش ايه؟ هو انت كل شويه تقفشيه؟ حرام عليكي يا جيجي، انتوا لسه متجوزين. اهدي بس، اهدي بس وفهميني، اكيد في حاجه غلط. مفيش حاجه غلط، انا مش هقدر استمر كده ولا اقدر اعيش معاه بالطريقه دي، انا لازم اتطلق، لازم اتطلق. مين هدى دي؟ واحده لا اعرفها ولا عمري كلمتها. مين؟ ما يمكن واحده من الحاجات القديمه وانت ناسيها بتحصل. لا لا مش ريف، لا علاقات قديمه دي ايه؟ انا عمري ما عملت علاقه مع اي واحده، يعني كان في علاقات كده عابره يعني من طرف واحد بس، يعني علاقه يعني ما فيش، ما انت عارف على ايدك يعني. ما يمكن علاقه من العلاقات ديت. انت مش فاكر البنتين اللي اتعرفنا عليهم في شرم زمان؟ البنت الحلوه ام عينين جميله ديت اللي انت علقتها، وصاحبتها التخينه اللي وقعت في ارابيزي، ما يمكن واحده منهم؟ لا لا ما اعتقدش، ما اعتقدش. فرضا كان كلامك ده صح، عرفوا منين ميعاد فرحي؟ عرفوا منين ان انا عامل فرح في الاوتيل ده صباحيتي؟ عرفوا منين ان انتوا سهرانين في الاوتيل الصبح؟ ما يمكن جت حضرت الفرح واحنا ما خدناش بالنا، كان في واحده واقفه قدام صينيه الجمبري مش عايزه تتحرك ومحدش عارف كان مين اللي عازمها. جمبري ايه يا شريف؟ انت بتهزر؟ يا شريف والنبي تركز يا شريف. طب اسمع، وريني صورتها. ما عايز ايه بصورتها؟ يعني. وريني بس، هنوصل ان شاء الله، بس وريها لي. وريك بس انا مش فاهم انت عايز ايه بصورتها. وريني بس. اه ادي صورتها. اوبا دي جامده. هو انا بعرضها عليك يا شريف؟ دي اللي خربة بيتي يا شريف. طب هات هات، انا هعمل لها ادمن عندي وهبعت لها على الماسنجر ونشوف هتعمل ايه. شوف. غلطانه يا جيجي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه اصلا تفتحي الفيسبوك بتاعه؟ طبعا لازم يزعل. والله العظيم انت مجنونه. خدي. مش عايزه بسكوت، مش عايزه بسكوت. انا البسكوت ده هو سبب البلاوي كلها، انا اتعرفت عليه بسبب البسكوت ده. خلاص خلاص خلاص، بلاش بسكوت، انا هاكل بسكوت. وبعدين يعني ايه انا غلطانه؟ غلطانه في ايه انا؟ غلطانه عشان بغير عليه؟ طب ما انا بحبه، اي واحده بتحب جوزها لازم تغير عليه، فين الغلط بقى؟ يا بنت افهمي افهمي، الرجاله دول طول عمرهم عينهم زايغه، حتى لو متجوزين ملكه جمال الكون. اسالين انا، امال انا اتطلقت من اسامه ليه؟ مش عشان نفس السبب؟ وبعدين اخدت ايه؟ ولا اي حاجه، عايشه لوحدي وندمانه. جيجي بلاش تعملي زيي. استغفر الله العظيم. اقول لك على حاجه، احسن حاجه ترجع الشغل. الاجازه بتاعتي اصلا ما خلصتش، وحتى لو خلصت ما اعرفش اعمل ايه، انا خلاص مش عارفه افكر خالص. وانت عامله ايه مع اسامه؟ هعمل ايه عادي، انا عايزه ارجع له وهو مش عايز، الطبيعي بتاعنا يعني. يلا انا داخل الحمام. اهو يا عم، انا بعت لها مسج ونشوف بقى هترد عليها تقول ايه. عارف يا شريف، انا شاكك فيك بقى، ورحمه امي لو طلع ده مقلب من مقلبك اللي انا موريك. يا راجل عيب عليك، انا اخرب بيت صاحبي بايدي برضو؟ انا كبيري شويه الهزار السخيف ده وخلاص، لكن تشك فيا بعد الزمن ده كله؟ اعمل ايه يا شريف، انا بقيت بشك في نفسي. اقول لك على حاجه اسهل حاجه، اطلق جيهان. انت لحقت؟ ده انت بقالكش اسبوع متجوز، من اول مشكله كده عايز تطلق. على اذنك. رايح فين؟ هروح البيت الم هدومي واخد لي اجازه يومين افكر وبعديها اخلع، انا قرفت. تروح؟ استنى يا عادل، يا عادل استنى، انا جاي معاك. نورا عقل. موبايل.
اللي على التليفون ده؟ ايه اللي على التليفون؟ انت مسمعي نفسك هدى على الفيسبوك؟ اخدتي بالك؟ ده اكونت فيك يعني، كل البنات بتحب تعمل كده، فحبيت اجرب يعني. اشمعنى هدى بالذات يعني؟ يعني ايه اشمعنى هدى بالذات يعني؟ وبعدين انت مالك انت؟ انت بتفتحي تليفوني ليه اصلا؟ انا مش مصدقه، ده انت اختي، انت اللي بتعكس عادل، انت اللي بتعكس جوزي. الو، صباح الخير. ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي. مش ده رقمه برضو؟ ده رقمه. انت مين؟ انت المدام مش كده؟ صباحا يا مباركة يا مدام. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته. بليز، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. بقولك ايه، ما تيجي نرزل على عادل زمانه صحي من النوم. تصدق فكره؟ انت جاي في اي مصيبه كده يخرب بيت سنينك. الو، بوظيلي جوازي ومن اول يوم. انا عملت فيكي ايه؟ انا وانت كنا اكتر من الاخوات الحقيقيين. انت ضايع رد عليا، عملت فيا كده ليه؟ انت حد قالك تتجوز؟ ما انت كنت بعقلك. ما انا ما كنتش عارف انها هتطلع كده، دي شكاكه قوي. هما كل الستات كده شكاكين. بعدين يا ابني انت لحقت؟ استهدى بالله كده، انا جاي معاك يا عادل عشان اصالحكم، ما تصغرنيش. ماشي. لا اله الا الله. خلاص، ربنا يقدم اللي فيه الخير بقى. ان شاء الله. نشوف اخرتها معاه. خير ان شاء الله. هي دي بقى الست هدى، مش قلت لك انا حسيتي ما تخيبش ابدا؟ يا خاينه، عملت فيا كده ليه؟ ها؟ عملت فيا كده ليه؟ ايوه، وسع. انا اللي عملت كده، عارفه ليه؟ عشان انت غيوره ومجنونه كمان. انا غيوره برضه؟ ايوه غيوره، وستين غيوره، وانت ما تستاهليش واحد زي عادل. انا اللي استاهله؟ انت عايزه تضيعي مني زي ما انا ضيعته وسامه؟ انت قلت بقى تلهفيه منها وهجوعها اولى بلحم طوره، مش كده؟ روحي يا كلبه يا وسع، انا هتفرجي انا بس يا مجنونه. دي لازم تروح مستشفى المجانين. يا عم انا بس دلوقتي. وين يا حبيبي؟ يا عم انت بقى يا عم تطلعها بره بقى. في ايه يا جماعه؟ ما تصلوا على النبي كده، بتستهدوا بالله، دي ساعه شيطان. في يا جيهان، جوزك بيحبك على فكره. هو اي نعم كان فلاتي زمان، بس دلوقتي ربنا هداه على يدي. استهدوا بالله كده وصلوا على النبي. ماشي. وانت صالحها؟ انا اقول لك تصالحها ازاي؟ ماشي. تحب اجيب لك رز بلبن من تحت يا عم؟ خلاص يا شريف، رز بلبن ايه يا عم؟ صينيه بسبوسه. امشي ماشي ماشي. طب اطمني. هطمنك. مالك يا شريف؟ ودوس. خلاص يا جيهان اهدي. سامحني عادل، انا عارفه اني عملت حاجات كتير قوي غلط، كان ممكن تهدي بحياتي عشان خاطري. ما تزعلش، انا خلاص مش هثق في حد تاني بعد كده. لا بالعكس يا جيهان، لازم تثقي في كل الناس، بس قبل ده كله لازم تثقي فيا انا. انا جوزك وحبيبك، صح؟ سامحني عادل، انا اسفه بجد بجد اسفه. معلش، حصل خير يا حبيبتي. ما ترد على التليفون. ما بتردش على التليفون ليه؟ رد على التليفون.
عادل 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 انت فين يا عادل؟ انت فين؟ انت بتخوني انت بتخوني الحقني انت بتخوني عادل عادل عادل. فين جيهان؟ فين حبيبتي؟ الحمد لله على سلامتك. انا فين؟ انا فين؟ في المستشفى يا حبيبتي، وانت خلفتي وجبتي بنوته زي القمر. وانت فين يا حبيبتي؟ انا جنبك وماسك ايدك وببوس ايدك. ايا جاي جاي يا روحي. بصي تشك بصي قمر ازاي. بصي بصي يا روحي يا جمال. ايه ده؟ يا روحي يا روحي يا روحي يا حبيبتي يا حبيبي. دي شبهي دي شبهي انا. دي جميلة يا روحي الجمال. دي حلوة زي امها يا روحي. الحلاوة دي هاتيها شوية. لا لا والنبي شوية بس. لا لا بسم الله. طب هنسميها ايه؟ بسم الله مش عارفة نسميها. دي ايديها صغننة اوي. اداني شوية. هنسميها جيهان. دي جيهان بقى يعني امها جيهان وهي جيهان. بصي انا اقترح يعني اسم حلو قوي وبحبه قوي. انت اسمك فريده، ايه رايك في الاسم ده؟ حلو قوي. فريده؟ اه. اشمعنى فريده؟ يعني في حاجه معينه فريده يعني ايه؟ بتحبه قوي ليه يعني؟ عادي يعني كان ممكن اقول لك مديحه شهيره يعني اسم حلو يعني بس يعني انت كنت تعرف حد اسمه فريده في مثلا في حته في المدرسه في الجامعه في الشغل او عادي احكي لي يعني. مش فاكر يا جيهان يعني. ايوه اما يعني ايه اللي خلى اسم فريده تحديدا هو اللي يلزق في دماغك لدرجه انك عايز تسمي؟ كان نفسي ارجع البيت وانت معايا وتنام في حضني 9 شهور بحلم اني اشوفك. كان نفسي افرح بيك. كنت مستنياك عشان ابدا حياتي كلها بيك. منك لله يا حياتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاتم. يا وجع قلبي. سافر؟ سافر امتى؟ هو لحق يسافر؟ طب وسايب محمد عندك ليه؟ مش فاهمة. أنا هاجي أخده دلوقتي. تنازل إيه؟ انتي مجنونة يا ست انتي؟ انا ما مضيتش تنازل عن ابني. لا طبعا ما مضيتش تنازل عن ابني. انتي كدابة وابني كداب. الو في ايه يا مريم؟ ماما حاتم اخد محمد ابني وسافر بيه بره مصر. يا نهار اسود. الورقة اللي مضاها لي امبارح ما كانتش عشان ابريه. دي ورقة تنازل عن محمد. وانتي ازاي تمضي على حاجة من غير ما تعرفي فيها ايه؟ ما قريتش يا ماما ما خدتش بالي. يا نهار اسود. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حياتي. انا هعمل ايه ماما؟ هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل عمل ربنا يا بنتي. ربنا مش هيسيبنا ان شاء الله. ربنا مش هيسيبنا. بنتي هتروح مني يا شيماء ومش عارفه اعمل ايه. مفيش حاجه في ايدي اقدر اعملها. ما تقوليش كده يا طنط. يعني هي سايبة البلد برضو فيها قانون. قانون ايه يا بنتي؟ قانون ايه؟ ما تقلقيش هنتصرف ان شاء الله. ما تقلقيش. طب هو انا ممكن اطمن على مريم؟ هي مريم نايمة بس ممكن تخش تصحيها؟ لا لا خلاص سيبيها مرتاحة. هبقى اجي لها مرة تانية وسلمي لي عليها. خليكي يا بنتي. لا معلش حبيبتي.
معلش 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 يا حبيبي. شفت الجرالي شيماء؟ ولا هديش اشوفه حتى. ولا هديش حتى وصفتوش. ما تقلقيش. اقعدي اقعدي ارتاحي ارتاحي. خلاص يا حبيبتي. انتي ما نمتيش يا مريم؟ هو عرفتش انام. خلاص. معلش يا حبيبتي. هنتصرف ان شاء الله. هيرجع لك. طيب ما حاولتوش تكلموا مامته؟ أفندم ممكن أتكلم معاكي شوية يا طنط؟ مفيش كلام يتقال. ابني وطلقك وابنك وسافر معاه زي ما قلتلك في التليفون. عايزة حاجة تانية؟ يا طنط حضرتك أم وأكيد حاسة بيا. أنا ملحقتش أضم ابني في حضني حتى 5 دقايق من بعد ما اتولد. محدش قالك تتنازل عنه. وبعدين يا حبيبتي انت كاتبة تنازل عن كل مستحقاتك وعن ابنك كمان. يعني ايه؟ ابنك خدعني، ضحك عليا وسرق ابني مني. انت جايه ببيتي تقلي ادبك عليا وتعلي صوتك عليا؟ امشي اطلعي بره. لا مش همشي. لا هتمشي. لا انا هتمشي. رايحه فين؟ يا طنط الله يخليكي، الله يخليكي، حطي نفسك مكاني. انا لا يقطعوني وموتوني ما اتمناش اكون زيك وابيع ابني. بقى انت وام انت الحمد لله ان ابني خلص منك ومن عرفك. يا طنط لو محمد في مصر قولي لي مكانه. الله يخليكي، ما تحرقيش قلبي عليه. ابنك سافر سافر، ما توجعش قلبي. وهو ابنك ياخد ابني ويسافر بيه ليه؟ ده لو كافر ما يعملش كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت بتحاسبيني على ابني وصوتي؟ انت شغلك 60 داهيه. طب انا مش هسكت على فكره، وهسجن ابنك عشان احرق قلبك عليه زي ما حرقته قلبي، وهجيب ابني ولو في اخر الدنيا. ابني تقدر عليه اعمل ايه؟ قولي يلا 60 داهيه تحت قلبي. يا ساتر جاتك وجع في قلبك. محمد ماما يا قلبي، ماما يا قلبي، بتعيط ليه يا قلبي؟ متعيطش، انا جيت حبيبي.
محمد. محمد يا مريم، يا مريم، محمد يا مريم، محمد يا مريم، تعملي ايه يا مريم؟ يا مريم يا مريم، عايزه تموتي نفسك يا مريم، الحقيني يا معوض يا مريم. انهيار عصبي، انا هكتب لها على شويه ادويه مهدئات، لو ما اتحسنتش هنضطر ننقلها للمستشفى. هو المستشفى الحل؟ ما هي ممكن تسهيكي وتحاول تموت نفسها. الاسبوع اللي فات حاولت تنط من البلكونه. طب خلاص انا هتابع حالتها من البيت، بس على فكره هي محتاجه شويه رعايه واهتمام. يا دكتور دي بنتي الوحيده، ده انا اخدمها برموش عينيا، انا ماليش غيرها وهي ملهاش غيري. انا بس عايزه افهم هي عندها ايه؟ اكتئاب شديد نتيجة الظروف اللي مرت بيها. لا مؤاخذة، عجزة حضرتك محسسة بقلة الحيلة. وانا ذنبي ايه يا دكتور؟ من فضلك يا مدام، انا مش عايزة اضايق حضرتك، بس لازم اكون صريح مع حضرتك ولازم احطك في الصورة. هي نفسيا هشة وضعيفة، لازم تكون مسنودة على ام قوية. عندك حق يا دكتور، ما كنتش اعرف ان دموعي هي سبب تعبها واني قهرتي واحساسي بضعفي هو اللي عياها. اتصلي بيا في اي وقت، بس من فضلك انا عايز اشوف ابتسامتك عشان لما تصحى ما اشوفش دموعك. حاضر حاضر يا دكتور، شكرا. تحت امرك، تحت امرك. السلام عليكم. يصبر قلبك يا ضنايا ويرد لك ابنك قادر يا كريم. حبيبه ماما ربنا معاك يا حبيبتي، يشفيكي ويبعد عنك كل شر. عملك فطار يا مدام؟ لا متشكرة، حضر الفطار لمريم واعمل لها حلبة بالعسل. ها؟ حاضر يا مدام. تمام. يا رب خير. ايوه يا طنط. الو، ازيك يا شيماء؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. معلش يا حبيبتي انا معطلك عن شغلي. لا 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 ابدا يا طنط خالص، حضرتك كلميني في اي وقت. مريم كانت هتروح مني يا بنتي. خير يا طنط؟ حصل حاجه؟ لا الحمد لله، قدروا لطف. ان شاء الله ان شاء الله ابنها يرجع لها تاني وهيبات في حضنها، ما تقلقيش يا طنط. بس حضرتك خلي عينك عليها، ما تقلقيش يا طنط، ما تقلقيش، انا هتصرف. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يخليكي ويعمر بيدك. ايوه انا عارفه انك هتتصرفي ان
متشكره قوي قوي. مع الف سلامه. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. الو؟ ايوه يا هاني. تسلم ايدي. طمني خالص يا مدام مريم، الورقه اللي في ايده دي ملهاش اي سند قانوني. بجد يا استاذ هاني؟ يعني هو دلوقتي حضانه محمد مش من حقه؟ اكيد لا طبعا، مجرد انه كتب الورقه دي معناه ان هو ملوش اي درايه بالقانون. بس السؤال، انت مضيتي على اي مقابل مادي في الورقه دي؟ معرفش، انا مضيت من غير ما اقرا. عموما انا هبدا في الاجراءات من بكره وخير ان شاء الله. طيب بالنسبه ان هو خد الولد وسافر بره، احنا هنرفع القضيه، وزاره الخارجيه بعد كده بتعمل نشره باسمه وصورته وتوزعها على كل السفارات بره. طب ودي فايدتها ايه؟ لا الفايده كبيره قوي، مجرد ان هو يعمل اي غلطه اي مخالفه احنا لينا رجالتنا بقى في السفارات دي بنعرف نجيبه. طب واحنا هنستنى لما يغلط ولا يعمل مخالفه؟ افرض ما عملش. ايوه ما هو مش معقول الكلام ده برضو. مش بس كده يا جماعه، اطمنوا بس واهدوا، احنا لينا رجالتنا، مجرد انه يخرج من المطار يدخل مينا احنا بنعرف نجيبه، ده شغلنا. ربنا يطمن قلبك يا حبيبي، والله احنا مش عارفين كنا من غيرك هنعمل ايه. احنا لسه ما عملناش اي حاجه. هاني هاني زي اخويا يا طنط، انا وهو متربيين مع بعض من لما كنا ساكنين في شبرا. يعني يا استاذ هاني ورقه التنازل اللي انا مضيت عليها دي ملهاش اي قيمه لا شرعا ولا قانونا؟ اطمني خالص، الورقه دي بالله ويشرب ميتها. حق يا ابني، لو رجعت لنا محمد ليك عندي مكافأة كبيرة جدا، ده غير أتعابك كمان. لا ده أنا كده هزعل بقى يا هاني، ده لسه شيماء بتقولك إحنا إخوات وجيرة، عيب يعني؟ إحنا شبراوية يا أست هانم، عيب. اطمني اطمني. طب اتفضل القهوة. وحشتني قوي يا محمد، نفسي أشوفك ولو يوم واحد بس، حتى لو بعده هموت. فاتت سنة يا محمد، سنة. ايه ترى شكلك ايه يا حبيبي دلوقتي؟ ايه ترى بتسأل عليا؟ ايه ترى نفسك تشوفني زي ما انا هموت واشوفك؟ طب ابوك قالك عليا ايه؟ اكيد قالك ان انا مت، بس انت اكيد حاسس يا حبيبي. أنا بموت فعلا طول ما أنت مش جنبي، بموت كل يوم لحد ما ترجع لحضني. وحشتني قوي يا محمد، فاتت 3 سنين يا حبيب قلبي ماما، 3 سنين من غير ما اشوفك ولا مرة، ولا حتى سمعت صوتك في التليفون. بس انت عمرك ما غبت لحظة عن بالي، ان انا كل ما اسمع طفل بينده على امه بحس ان انت اللي بتنده عليا، وكل ما اشوف ولد صغير اقعد اقارنه بيك واقول اكيد محمد احلى منه، اكيد اجمل منه.
نفسي اسمع صوتك، نفسي اشوفك يا محمد، مش عارفه اعمل ايه. الصبر من عندك يا رب، الصبر من عندك يا رب. فاتت 4 سنين يا محمد، وأنا كل يوم قاعدة في وسط أطفال في نفس عمرك بشوفك فيهم، وبموت لما بحضن حد منهم، بحس إني حضنك أنت. بس برضو مش زي لما تكون أنت، أنا عايزك أنت اللي تبقى في حضني، حضن ماما. صباح الخير. صباح النور. أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أوي أوي، اتفضل. هي الأستاذة اللي قاعدة هناك دي مشرفة معاكي هنا في الدار؟ أصل أنا كل ما باجي بقابلها. مدام مريم؟ اه، دي بتيجي كل يوم بتجيب حلويات للاطفال وتقعد تلعب معاهم، بتحن عليهم يعني. اه، بتيجي هنا كل يوم؟ ما بتفوتش يوم، اصلها صاحبه مدام شيماء مديره الدار. اوكي. طب انا ممكن اقابل مدام شيماء؟ قوي قوي يا فندم، اتفضل اتفضل. لا هي مطلقه، بس الحقيقه يا استاذ طارق انا مش عارفه رد مريم هيكون ايه، بس خليني اسالها ونشوف، هي اكيد مش هتلاقي احسن من حضرتك. متشكر جدا، وخايف اكون بتعبك معايا، بس بصراحه كده انا من ساعه ما شفت مدام مريم وانا معجب بيها جدا، وزي ما قلت لك انا عايش لوحدي وبصراحه مش هلاقي احسن منها. كفايه يعني انها صاحبتك، وحضرتك يعني في غايه الادب والاحترام. متشكره قوي. هي مريم مش بس صاحبتي، هي اكتر من اختي، بس للاسف حظها ما كانش كويس. مين عارف، يمكن ربنا يبعت لها نصيب احسن. شكر جدا، وهستنى ردك في اقرب وقت. بالنسبه للحاجات اللي طلبتوها من الشركه عندنا، ايوه، المندوب هيكون موجود بكره. مع السلامه. شكرا. خير يا شيماء، انت طلبتيني؟ يا حبيبتي كنت عايزاكي. أنا كمان كنت عايزاكي على فكرة. القلوب عند بعضها، بس قولي أنت الأول. طيب، أنا كنت عايزة أطلب منك إن أنا أشتغل معاكوا هنا في الدار، ومش مهم الفلوس، بصراحة مش بيكفيني الساعتين اللي بقضيهم هنا مع الولاد كل يوم، ووجودي معاهم بيعوضني كتير عن غياب محمد ابني، وبحس إن أنا ارتبطت بيهم وعايزة أقضي معاهم أوقات أطول. وهما كمان بيحبوكي قوي وتعلقوا بيكي قوي، بس انا عندي ليكي حل احسن من كده ويامن لك مستقبلك كمان. جواز تاني يا شيماء؟ هو انت وماما ما بتيأسوش؟ يا حبيبتي انا اتجوزت مره وخلاص، جرالي فيها ما جرالي. يا حبيبتي ما هو مش عشان تجربه جواز فاشله هتنسي نفسك، حرام عليكي، انت بنت حلوه وصغيره و100 واحد يتمناكي. بعدين انت مش كنتي عايزه بنوته؟ نفسي قوي اجيب بنوته، ده انا هفرح قوي لو محمد بقى عنده اخوات ويبقوا كتير كده وعزوه. انت عارفه انا عشت عمري كله وحيده، ما كانش عندي اخوات، بس فكره الجواز نفسها انا مش قادره اتقبلها دلوقتي. انا ما بفكرش في حاجه ليل نهار غير ان انا ارجع ابني. والموضوعين ما يتعرضوش مع بعض، ايه المانع لما محمد يرجع يلاقي اخواته حواليه؟ لا ازاي، لو اتجوزت مش هعرف ارجع ابني ابدا، ساعتها ابوها هيبقى قانونا من حقه انه ياخده. ما انت عارفه الحضانه مش هتروح لماما علشان ظروف مرضها، وكده هخسره خالص. يا حبيبتي انت رافعه قضيه بقالك 4 سنين وسنه ورا سنه، وهي عالم هيرجع ولا مش هيرجع. انا اسفه، ما كانش قصدي ازعلك ولا ضايقك، بس حتى حماتك مش عايزه تقولك هما فين ولا في انهي بلد. مريم فكري كويس، انا شايفه انه ده حل مناسب عشان تنسي اللي حصل من حياتي، وطارق محترم وكويس، انا بشتغل معاه بقالي سنه في الدار وعمري ما شفت منه حاجه وحشه ابدا. انا ما عنديش اعتراض عليه، انا اللي مش هقدر. خلي املك في ربنا كبير، وعيشي حياتك وتجوزي، وابنك اكيد هيرجع لك، لان ربنا عمره ما بيرضى بالظلم ابدا.
يا رب. حبيبتي ما هو مش عشان تجربة جواز فاشلة هتنسي نفسك، حرام عليكي، انت بنت حلوة وصغيرة وميت واحد يتمناكي، بعدين انت مش كنتي عايزة بنوتة؟ مين احسن واحد يلعب بالكرة دي؟ انت ولا انت؟ طب اللي هيلحقها الاول هو اللي هياخدها. مين عايز اللعبه الحلوه دي؟ لا يا جنى دي بتاعت ولاد. لا انت بتحبيها؟ طيب فارس بقى كان طالب دي وانا جبتها له، ايه رايك؟ مبسوط؟ ماشي. وانا عاوزه اه ايوه قلت لك العب بيها بس مش في دماغي. برافو عليك، اجري وراها. صباح الخير. صباح الخير. ممكن اتكلم معاك شويه؟ اتفضل. طيب اتفضلي اتفضلي. هعرفك بنفسي الاول، انا طارق الشاذلي، محاسب في شركه قطاع خاص ولينا تعاملات هنا كتير مع الدار. وما اخبيش عليك يعني سالت عليكي مدام شيماء وعرفت ان انت ما بتشتغليش هنا، بس كل ما باجي بلاقيكي واقفه مع الاطفال، في ايه؟ اه انا برتاح لما اجي اقعد معاهم واستمتع وانا بتعامل معاهم، انا بحب الاطفال. صدفه غريبه قوي، انا كمان بحب الاطفال قوي بجد. بنسى نفسي وانا معاهم وبحس بسعاده كبيره قوي. وانا كمان كويس. انا يا ستي اتجوزت مره قبل كده بس ما قدرناش نكمل مع بعض. وخلفته؟ لا ما خلفناش. ليه؟ قصدي يعني ما كملتوش ليه؟ اصل انا كنت بشرب كتير لدرجه تقولي كده كنت مدمن خمور. كنت ولا؟ لا كنت طبعا، دلوقتي خلاص انا مبطل بقالي سنتين تقريبا، لانه بدا يعمل لي مشاكل مع عيلتي وفي الشغل فكان لازم ابطل. وانتي بقى؟ انا ايه؟ طلقتي ليه؟ كان بيخوني ولما كنت بعترض كان بيضربني واكتر من مره ما قدرتش استحمل. عندك حق طبعا، الواحد لو جه على كرامته مره خلاص بيفضل يتنازل طول عمره، بصراحه ما فيش اي حاجه تستاهل ان بني ادم يتنازل عشانها. هو الحقيقه كمان انه هو لما اخد ابني من حضني كسر جوايا حاجات كتير قوي. ان شاء الله ابنك يرجع لك قريب وتشوفيه وتاخديه في حضنك تاني. يا رب. بتقولي ايه يا مريم؟ عاوزه تتجوزي واحد خمرجي؟ ده انت بعد حاتم يا ما تقدم لك عرسان، اشي مهندسين واشي دكاتره. هو مش خمرجي يا ماما، هو كان عنده مشكله وخلصت خلاص، وده اللي انا مقتنع بيه. وكفايه قوي اللي جرالي نتيجه انكم غصبتوني ان اتجوز حاتم. المره دي انا هتجوز باختياري. ماشي يا بنتي ما قلتش حاجه. طب نسال عليه؟ نسال عليه تاني. انا سالت عليه وعرفت عنه كل حاجه خلاص. يا بنتي انت عارفه انا نفسي اجوزك وافرح بيكي وتبقي اسعد الناس. طب وابنك محمد لما يرجع بالسفر؟ انت عارفه ظروفي انا
أنا ما أقدرش أضمه لحضانتي. اتفضلي يا مدام مريم. كده نقدر نقول ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي. ربنا يتمم لك بخير يا رب مريم. مريم. فين دي؟ انا رسمت ايه ده؟ تخيلي الشكل ابني. وريني كده. ان شاء الله يا حبيبتي ابننا هيبقى عمر كده ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا قصدي على محمد ابني. ابني انا يا حبيبتي. انا ابنك وجوزك واخوكي وابوكي وجوز عمتك وعمتي كمان. اكيد يا حبيبي. بس انا متخيله ان محمد هيبقى شكله اقرب ليا، يعني ملامحه هتبقى شبهي انا، يعني هيطلع شبهي انا اكتر ولا يطلع شبه ابوه؟ طب انا هدخل اكمل النوم عشان انا ما نمتش كويس. لو عوزتي يبقى حصليني. شمال. انا تعبت يا شمال، تعبت وجبت اخري معاها خلاص. بس انت متجوزها ومن الاول عارف ظروفها. عارف ظروفها كويس ومتعاطف معاها جدا، بس خلاص بقى ما بقتش قادر استحمل جو الكآبة اللي هي عايشه ومعايشاني معاها فيه ده. انا بدات ازهق بصراحه، خايف اندم. تندم على ايه؟ مش للدرجه دي يعني يا طارق. وبعدين مريم بتحبك وانا كمان بحبها، بس ما ينفعش تعيش حياتها كلها لابنها اللي مش موجود ده. انا لغايه دلوقتي مش حاسس ان انا اتجوزت. احنا لسه متجوزين قريب، امال بعد كام سنه هتعمل ايه؟ حاضر يا دكتور، انا هكلمها والفت نظرها. وانت كمان حاول تستحملها شويه. انت عارف يعني الظروف اللي هي بتمر بيها مش سهله ابدا. هي محتاجه تحس انك انت واقف جنبها وفي ظهرها. حاضر يا شيماء. حاضر. هستحمل كمان شويه. تعالوا نشوف بقى الواقعه اللي اتكلم عنها اللواء محمد كمال. وورد لينا بلاغ من خالد طفل يوسف باختفائه عن المنزل. يا حبيبي يا وبعدها في اتصالات هاتفيه
بتطلب فدية. على الفور وبالانتقاله بعمل فريق بحث سفير بدأنا نحدد خط سير الطفل المخطوف. ايه يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه؟ في ايه اللي بتتصل؟ جايبين ولد يا عيني خطفوه من قدام باب بيته واهله كانوا سايبينه يلعب وطلعوا ورجعوا ما لقوهوش بقالهم 3 شهور مش عارفين يلاقوه تاني. زمان امه يا عيني قلبها محروق عليه. معلش يا حبيبتي اطمني، اكيد اهله هيلاقوه ان شاء الله. خلاص زي ما مش عارفين يرجعوه، واللي بيتخلف بالطريقه دي ما بيرجعش، ما بيعرفوش يلاقوه تاني. هو انت تعرفيه يا حبيبتي؟ تعرفي الواد ده؟ ما اعرفوش، بس فكرني بمحمد، ما انا برضه مش عارفه ليه. ده عمره دي السيره اللي مش هنخلص منها. هو ما فيش يوم واحد هيعدي علينا من غير نكد وقرف؟ في ايه بقى؟ ما ترحميني. يوه طبعا المدعو معقول. طبعا تكوني انت بتتكلمي النهارده في الموضوع ده بالصدفه، اكيد طارق اشتكالك. انا بتكلم معاكي عادي على فكره، الراجل ولا اشتكالي ولا اي حاجه. لا هو اشتكالك يا شيماء، وحتى لو اشتكالك هو عنده حق. انا فعلا مش قادره اتغير. انا كنت فاكره ان انا لما اتجوز هنسى اللي حصل لي وهتشغل بحياتي الجديده، لكن موضوع محمد ما بيروحش من بالي ولا لحظه. بالعكس انا حاسه ان انا لما كنت لوحدي كنت احسن. ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده، انت كده هتضيعي طارق من ايديكي، وبعدين هو ما يستاهلش منك كل ده. غصب عني يا شيماء، والله انا حاولت، لكن الظاهر ان انا اتعقدت من الجواز. منه لله حاتم بقى، ربنا ينتقم منه. اللي عمله ده دمرني نفسيا. يا حبيبتي انت زي الفل، انا عارفه الموضوع صعب ومش سهل، محتاج وقت. ادي نفسك فرصه وكل حاجه هتبقى كويسه. انا نفسي والله. طب بصي يا ستي، انا وهشام عازمينكم بكره على العشاء، وهي فرصه، احنا بقالنا كتير قوي ما خرجناش مع بعض، وهخلي هشام يكلم طارق يعزمه. خلاص شكرا يا شيماء، ربنا ما يحرمنيش منك. ما تقوليش كده، انتي حبيبتي. ايه ده انتي لابسه كده ورايحه فين؟ مفيش، انا هروح بس ازور عمه محمد عشان عرفت انها رجعت من السفر امبارح وعايزه اسالها عليه. محمد ابنك؟ طب وهشام وشيماء اللي المفروض نقابلهم النهارده هنعمل فيهم ايه؟ اوكي هاجيلكم على هناك بالليل احصلكم. هم اتاخروا شويه؟ يعني زمانهم جايين. طب عايز لك ايه بقى؟ لما يجوا بنبقى نطلب. مساء الخير يا جماعه. اهلا، ازيك يا طارق؟ ازيك يا هشام؟ عامل ايه يا معلم؟ تمام. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. هي مريم فين؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ يعني مش عارف. قبل ما انزل قالت لي انها هتروح عند عمه ابنها عشان تسال عليها، وقالت انها هتحصل ده لو جت بقى. لا اكيد هتيجي، يعني مش معقول مش هتيجي. ولا ما تجيش؟ خلاص ما بقتش تفرق معايا. هي دي صحبتك؟ هي دي اللي قلت هتنصحيها؟ أنا بجد يا جماعة خلاص جبت آخري معاها. معلش، إن شاء الله ربنا هيهديها. إن شاء الله. طب عن إذنك. إيه يا طارق؟ ما تصبر عليها شوية، ما أنت عارف. أصبر إيه أكتر من كده يا هشام؟ أنا جربت كل حاجة معاها. أنا خلاص بقيت كاره حياتي. حياتنا بقت نكد في نكد وكآبة. طب صلي على النبي بس، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. برضه ما رضيتش تقول لي على مكانه يا ماما. هما متفقين عليا، كلهم متفقين عليا. معلش، اصبري يا بنتي. الصبر من عندك يا رب العالمين. الصبر من عندك يا رب العالمين. ايوه شيماء. ايوه يا بنتي، انت فين؟ لا انا كويسه، بس مش هقدر اجيلكم. انا تعبانه قوي. معلش خليها مره تانيه. ماشي طيب خلاص، نتكلم بعدين. هكلمك بعدين، بس كنت عايز اطمن عليكي. مع السلامه.
يا طنط، أنا كويس الحمد لله. هي مريم فين؟ هي جت من بره ونامت. نايمة؟ وعاجبك اللي هي بتعمله معايا ده؟ استحملها يا ابني عشان خاطري. سايباني قاعد لوحدي مع شيماء وجوزها. كان المفروض تحصلني دلوقتي. دي حتى ما اتصلتش بيا تقولي مش جاية، ولا قالت لي إن هي جاية عند حضرتك. أنت راجل يا طارق، ولازم تقدر ظروف أم تاخد منها ضناها. تحب أصحيها لك؟ لا، خليها نايمة، ولما تصحى بقى تبقى تروح البيت. مع السلامة. يا رب يا تاكلي يا مريم؟ كلت يا ماما. بصي بقى يا بنتي، بصي لي، انا صحيح ما كنتش موافقه على جوازتك من طارق، بس خلاص دلوقتي بقى جوزك وله عليك حقوق، وانتي بقالك 3 ايام سايبه البيت من غير سبب، وهو ملوش ذنب. وده يا حبيبتي ما يرضيش ربنا. ارجعي بيتك، ربنا يهديكي ويصلح لك الحال يا بنتي. حاضر يا ماما. حبيبي صباح الخير يا حد. هتلمين؟ أنا أسفة.
طارق على فكرة. أنا أسفة يا طارق، أنا أسفة قوي، غصب عني، معلش. أسفة على إيه ولا على إيه بقى؟ يا طارق معلش، أنا لقيت نفسي أعصابي تعبانة، كل شوية أعيط ومش عارفة أسيطر على نفسي، وأنا عارفة إن أنت ما بتحبش الجو ده، قلت أبعد. ده أنت حتى روحت لمامتك من غير ما حتى تعبريني التليفون. معلش يا طارق، معلش، أنا عارفة إن أنا مقصرة معاك. كويس إن أنت عارفة. هاكل حاجة في الشغل. ايه ده يا طارق؟ طب انت حاطط الهدوم اللي مش نظيفة هنا ليه؟ كنت حطها في الغسالة. معلش بقى، حياة العزوبية انت عارفة. ما انا لو متجوز كانت مراتي خدت بالها مني، وما كانش ده بقى حالي. مش للدرجات يعني يا طارق. هما كلهم يومين اللي انا قضيتهم عند ماما. شيماء هي اللي قالت لي ان انت عند مامتك. انت حتى ما قلتليش. ولما رجعتي رجعتي بمزاجك. انا اللي غلطان برضه. انا اتجوزت قبل كده وعرفت انه مشروع فاشل. ايه اللي خلاني اتجننت في عقلي واتجوزت تاني مش عارف؟ غاوي وجع دماغ انا. طارق، يعني انت شايف ان جوازك مني غلطه؟ انت شايفه ايه؟ مريم، انت ما كانش ينفع تتجوزي تاني. انت ما بتعمليش حاجه في حياتك غير ان انت بتفكري في ابنك وبس. وبصراحه بقى انا شايف بقى انك فعلا لحد كده. اه صحيح، انت طالب. أنا عايزة أقولك على حاجتين يا مريم. أول حاجة عايزة أقولها لك إن أنا بجد آسفة على اللي حصل. أنا مش عارفة أودي وشي منك فين. أنتِ ذنبك إيه يا شيماء؟ أنتِ كنتِ مجرد وسيط مش أكتر. أنا اللي شايلة مسؤولية كل التصرفات اللي عملتها. وهو بصراحة طارق كان عنده حق. أنا ما كانش لازم أرتبط تاني. العيب فيا أنا مش فيه. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها لك حاجة هتفرحك. تفرحني؟ طب قولي يا شيماء، أنا في عرض أي حاجة تفرحني. وليد أخويا شاف حاتم في مكة. حاتم؟ في مكة؟ ومحمد كان معاه؟ أيوة حبيبتي كان معاه. بجد محمد كان معايا وهو شاف محمد؟ طب محمد شكله إيه دلوقتي؟ طب ما صورهوش، ما اتكلمش معاه، ما لحقش يعني يعمل أي حاجة؟ هو للأسف نده عليه، بس حاتم راح جري في الزحمة. بس معنى كده انه في امل، ما تقلقيش. احنا نكلم هين المحامي ونخليه يقدم طلب للخارجيه علشان هم يبعتوا للسفاره السعوديه، واكيد هيمسكوه. اتفقلي خير. السفاره ردت علينا، بس للاسف هو مش بيشتغل في السعوديه. هو كان بيعمل عمره وسافر. سافر على فين؟ سافر على دبي. طب ينفع نبلغ سفارة دبي مش كده؟ حصل. حصل ورجالتنا بتعمل اللازم دلوقتي. طيب الحمد لله، الحمد لله، ربنا يطمنك. أنا بس مش عايزك تقلقي يا مدام مريم. المسألة بتاخد وقت، بس إن شاء الله ما تقلقيش. ما قلقش إزاي يا أستاذ هاني؟ أنا ما عنديش حاجة في حياتي أهم من الموضوع ده. حضرتك مش متخيل، أنا لا بعرف أنام ولا عارف أعيش أساسا. والله أنا مقدر ظروفك أوي، بس أنا بوعدك إن شاء الله هيرجع. مسألة بس بتاخد وقت شوية. خير إن شاء الله. تعيد.
يا رب. حسبي الله ولا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي. اللهم اني اشكو اليك من ظلمني. اللهم اني اشكو اليك من اذاني. اللهم اني اشكو اليك من ظلمني. حسبي الله وكفى بالله حسيبا. حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تقبل الله يا مريم. منا ومنكم يما. يلا يا بنتي يلا قومي نتسحر. كل سنه وانت طيبه. مش طيبه يا ماما. حاضر جاي وراك. يلا تسلم ايدك يا ام عوض. يا مريم ما بتتسحريش ليه؟ بكرة صيام يا بنتي. النهاردة عيد ميلاد محمد يا ماما. كمل 5 سنين. كل سنة وهو طيب يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قولي ورايا يا بنتي. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اللهم يا جميع الناس إلى يوم لا ريب فيه. اجمع بيني وبين ابني. اجمع بيني وبين ابني. محمد ابن مريم. محمد ابن مريم. على خير مودة ترضاها. على خير مودة ترضاها. اللهم رده لي. اللهم رده لي. كما رددت يوسف إلى أبيه. كما رددت يوسف إلى أبيه. وكما رددت موسى إلى أمه. وكما رددت موسى إلى أمه. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك. على سيدي وشفيعي وحبيبي. على سيدي وشفيعي وحبيبي. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. ألو؟ أهلا يا أستاذ هاني. موبايلها مش عارفة باين إنه فاصل شحن. إيه؟ بتقول إيه؟ لا بتتكلم جد؟ وهو فين دلوقتي؟ في القسم؟ إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب. يا رب يخليك يا رب. إلهي ربنا يعمر بيتك يا رب. ربنا يخلي لك ولادك يا رب. ربنا يخليك ويعمر بيتك. مين مين ماما كريم؟ مين ماما؟ مع السلامة يا أستاذ هاني. ده الأستاذ هاني. فيه؟ لا محمد. محمد ابنه؟ أيوة. لا فين؟ هو في القسم. يعني هو متأكد ان ده محمد ابني مش ابن حاتم؟ ايوه محمد ابنك. ابني انا ماما؟ ايوه ايوه محمد ابنك. يعني انا هشوفه؟ يعني وصلت دلوقتي روحت هشوفه؟ ايوه هتشوفي. مش بحلم زي 5 سنين اللي فاتوا؟ هل
هلمسه هحضنه وهاخده في حضني كده واشوفه. ايوه هحط ايدي كده على وشه وهلمسه وهاخده في حضني. هو هيعرفني وهيحس بيا. هيعرفك يا حبيبتي. هحضنه هاخده في حضني فعلا 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 هتحضنيه. بس انا خايفه قوي ماما. لا ما تخافيش، انا عايزاكي تروحي هاديه مش خايفه. طيب حاضر هبقى هاديه، بس انا خايفه برضو. انا هقوم البس هبقى هاديه، بس انا خايفه ماما. مفيش حبيبه ماما. شكرا. براحة. اهدي يا حبيبتي. استني. ماما أنا خايفة. أنا مش عايزاكي تروحي خايفة يا بنتي. عايزاكي تروحي هادية علشان ابنك يشوفك هادية وعاقلة ورزينة يا بنتي. هو أكيد بيحبني وأكيد نفسه يشوفني طبعاً. ماما ما هو بيشوف أصحابه كلهم مامهاتهم معاهم، وهو الوحيد اللي ما عندوش أم. أكيد نفسه يشوفني وأكيد لما أخده في حضني هيحس بيا وهيحضني وهيبقى حنين عليا. مش كده؟ أنا نفسي أوي أشوفه. ماما أنا خايفة. أنا خايفة. تخافيش اهدي اهدي يا مريم. اهدي يا حبيبتي. طيب خلاص أنا هقوم ألبس. و طب أنا عايزة أخد له حاجة معايا. عايزه انا ممكن اخد له اي هديه من انا هاخد له كل الهدايا اللي انا كنت عماله اجيبها له طول الخمس سنين اللي فاتوا. مش هلاقيهم كلهم في الشنطه ما حدش شافهم ولا هاخد له كل الهدايا اللي كنت بشتريها طول الخمس سنين اللي فاتوا عشان يفرح كده ويحس. طب انا هروح البس وهقوم واحنا في الطريق هبقى افكر في اي. بيحبوا مامهاتهم. اهدي يا مريم كده هتخدي الواد. مالكش دعوه انت، شيل ايدك ما تتدخلش مني وبينه. يا حبيبي ما تخافش انا بحبك. بالراحه عليه بس يا مدام مريم، هو لسه مش واخد عليكي. استني عليه شويه. انا ماما يا محمد. انا عارفك، انا شفتك في الصور. انت وحشه، انت وحشه قوي، انت وحشه. يا حبيبي دي ماما اللي بتحبها وانا ديتها يا قلبي. انا شفتك في الصور انت كمان، انت وحشه. محمد انا مش وحشه يا حبيبي. مين اللي قالك؟ منك لله يا شيخ. كرهت ابني فيا وزيت قلبه عليا. ربنا ينتقم منك، ربنا يحبك يا اخي. فرحان بيه انت كده؟ ذنبه في رقبتك. بكره كل اللي انت علمته له ده هيعمله فيك وهيكرهك. علمته ايه؟ علمته الكره والجحود اللي جواك؟ هو ده بس اللي هو هيورثه منك، قلبك الاسود. منك الله ربنا ينتهي منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. بس اهدي اهدي يا مريم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بحبك يا محمد. انا مش وحشه محمد، انا بحبك يا حبيبي. والله العظيم بحبك قوي. انا ما اعرفش بابا قال لك عني ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا طول عمري مستنيه ان انا اشوفك. وكان نفسي قوي ان انا احضنك واطبطب عليك. انا ماما يا حبيبي، وهفضل طول عمري مامتك، وهفضل طول عمري بحبك. نزع المحضر يا مدام ولا كمل اجراءات؟